هاي جاي، النهاردة فيديو كان عبارة عن اللي أنا هلعب روبلوكس في ماب فاميلي بارت. فأنا المرة دي يا جماعة ايه، أنا يعني بلعبها بس من غير ما ناس تدخل، يعني بلعب من غير ما اسوي. في المرة دي انا قلت اجرب يوم كامل بلون واحد معاكم، فاحنا هنروح دلوقتي، هنروح في حتة مفيش حد يكون قريب عني عشان ميطلعش الحاجة اللي هي بتاعت البيبي هي. الناس بيتكلموا عربي، نروح عند الحتة دي واختار اللون البينك. فيا جماعة هنعمل ريموت، هعمل شكلي وارجع لكم عشان ما يكونش الفيديو طويل قوي. فيا جماعة ايه رأيكم في شكلي؟ عجبكم؟ فأول حاجة هروح عشان اشتري بيت لونه البربل، معلش لازم، عشان هو يعني برضه شبه البينك شوية. بيت مش هشتري، أكيد مش هشتري بلو، هشتري بربل. لوك هاوس، عملته لوك هاوس، هجيب كل حاجة هنا. متوقع ان انا مش هاكل النهاردة، يعني القلب ده اصلا من فترة انا هغير اسمي، عشان قبل كده كتبت كنت عيب ساعد بيكم الاسم، مش عيب معرفش ليه. يلا انزل شفتو، قلتلكو انا والله. فنغير اسمنا، نخليه نور، خليه نور مش مشكلة يعني. اسمي عبد العزيز، كنت عايزة احط جيميل دوت كوم، لو مش عايزة احط اي اهو، نقول لهم ازيكو. مش هيجوا صوتي وحش شوية بس، يعني أنا بطريقة وأنا أسفة جدا. أنا مش عارفة ليه أنتي لمستي اسمي ريان. عايزة انا اروح اشوف اي اكل، هروح وارجع لكم. شفت كمان، للاسف ما عندوش اي حاجة اللون البينك، حرام. يا ريتني ما كنت قلت كده، يمكن اللون البينك انا غلطان والله، انا غلطانة. نفسي اكل يا جماعة، يا جماعة للألعاب إن شاء الله. هنروح ونرجع لكم.
فهي كمان في المحل ما لقيتش غير دي اللي على قد فلوسي. انا فلوسي خلاص هتخلص، كان معايا فلوس كتير جدا قبل ما اصور، قبل كان من زمان شوية صغننين يعني مش قوي، كان معايا فلوس كتير. فجماعة هو أخيرا هنروح نلعب هنا، نروح عشان نلعب هنا وننط بقى كده. الأول هنطلع على قد أكون بيتي، لازم أتأكد بس لو هما موجودين عشان أروح أدخل في مصر عشان أدفع عيلتي وأروح أعمل الشغل، الحمد لله مينفعش. قلت الحمد لله، بس أنا معنديش فلوس بقى اللي أنا هخرج بيه. نرجع لقصة قبل ايه بقى التطور يا شفت شي طلعوني. اخيرا طلعنا، خلي الباب مفتوح برضه يدخل كده حاجة كده. فجأة ما هوصل وارجع، فجأة انا لقيته على طول جنب بيتي، يعني لقيته جنب بيتي. فانا هنام هنا شوية وأعمل حاجات شوية، أرقص شوية كده شويتين قبل ما حد يشوفني. أهو انتوا شايفين، انتوا شايفين أهو، برضه هفضل أرقص شوية كده. نمت 10 دقايق يا جماعة، قلنا نمت 10 دقايق. هصحى واروح عشان اروح بيتي عشان خلاص بالليل. أغير وأعمل بقى وأفك الكحكة وأعمل كده عشان أنام. أكمل يومين بقى وأعمل
جامد. وبس يا جماعة، ده كان اعملوا لايك وكومنت وشيروا زل الاشعار. طوباي.